الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. يوم عرفة ركن الحج العظيم، يوم أكمل الله فيه الملة وأتم فيه النعمة، وله فضل خاص دون سائر أيام الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامه: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، وهو يوم عيد للحجاج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، إلى غير ذلك من فضائله كعظم الدعاء فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ويعتق الله فيه من الرقاب، ويباهي بأهل عرفة أهل السماء. ومما ورد عن حال السلف في هذا اليوم ما جاء عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: مررت على سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان، فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال سفيان: الذي يظن أن الله لا يغفر له. كذلك مما ورد عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما يخبئون حاجاتهم ليوم عرفة، فإذا ظهر لك هذا من حالهم فاعلم أنه يجب على حالك أن تكون بين خوف صادق ورجاء محمود.